اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم؟ عاملين ايه متابعين المحترمين في كل مكان؟ عايز اشكركم جدا على كل كلامكم، بجد ربنا يخليكم ليا ودايما كده واقفين في ظهري. كل سنة وحضراتكم كلكم بألف خير وبصحة وسلامة، كل سنة وانتم طيبين. بجد بجد يعني انا مبسوطه جدا ان شاء الله رمضان هيجي علينا واحنا مع بعض، ربنا يا رب يديمها علينا يا رب ويخللنا احبابنا يا رب، اللهم امين. النهارده بقى روتين جديد وفيديو جديد، عايزه اقولك حطي لي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناه لو لسه مش مشتركه، ويلا بينا نبدا الفيديو. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الانتري بقى كله كده تنظيف عميق جدا جدا وترتيب وتنظيم. كنت غاسله معاكم السجاد قريب جدا، غسلنا سجاد الريسبشن مع بعض من اسبوع تقريبا، والنهارده كده بنعمل كده الانتري. بس كنت غاسله معاكم من اسبوعين ثلاثه كده السجاده دي، فنظيفه وزي الفل بصراحه. اول حاجه كده عملتها كده شفطتها بالمكنسه، وبعد كده طبعا شلتها، وهنا هي السجاد اللي انا قلت لكم عليه غاسلينه مع بعض، عشان لو انت اول مره بتشوفيني السجاد اللي كنا لسه غاسلينه. هسيب لكم الفيديوهات دي في على الفيديو عشان لو حد عايز يشوفها. وعايزه بجد اقول لك امي تشجعي، ما تقوليش لا لسه فاضل شهر، الشهر ده يعني بيطير كده بجد والله العظيم، بيعدي هوا، الايام كلها بتعدي من عمرنا، ربنا يا رب يعني يعديها على خير. امي كده ابدأي بالانتري، امي ابدأي بالسفره، امي ابدأي بالنيش، امي ابدأي في حاجات كده بسيطه، حاجه هتسحب حاجه والله العظيم صدقيني كل حاجه بتخلص ان شاء الله باذن الله، ربنا يا رب يقوينا ويعيننا يا رب، اللهم امين. طبعا بعد كده بعد ما بزعف بشوف لو في اي حاجة عايزة تتمسح، يعني مثلا حاطه تابلو، حاطه التكييف، حاطه اي حاجة في الغرفة عايزة تتمسح بتلمعيها. طبعا انا بمسحها بايه او بلمعها بايه؟ بخاخة كده فيها مية بديتول، وببخ كده وبمسح طبعا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الموضوع بيكون سهل جدا، عايزة اقولكم انا مبسوطة جدا بالسلم. يا جماعة السلم مهم جدا، اوعي تنسي موضوع السلم ده خالص، لان السلم فعلا مهم. يعني انا كنت بشوف فيه تراب فوق التكييف وبعمله بالموب كده، فلا ببقى عايزة كده ايه اطلع بقى واتحكم بقى. وساعات طبعا في دخول بقى الصيف والشتاء بفك كده التكييف واغسله وكده، فالموضوع كان بيبقى صعب ان انا اقف على كرسي وفوق كرسي، الموضوع كان صعب قوي. فالسلم بجد يعني مريح جدا جدا، بس طبعا خدي بالك وانتي طالعه وانتي نازله، فالموضوع بجد بجد سهل قوي. طيب ايه اهم حاجه نعملها الايام دي؟ طبعا ان انتي تخلصي كل مهامك في البيت، التنظيف العميق للغرف عموما، عشان طبعا تستفيدي بشهر رمضان وتستفيدي بالوقت، وكمان ما يبقاش الوقت كله تنظيف واكل وحاجات حلوه وعصاير، لا طبعا. انا بقى بمسح كده الحوائط بايه؟ بمسحها بميه واريال، ميه بكريكس، الوان، اي حاجه عندك متاحه. اهم حاجه وانتي بتعملي اعملي بضمير، يعني انا شايفاكي بقى، يعني ما تقوليش يلا بقى انا هعمل اي حاجه وخلاص، لا بجد. الحيطه بيكون عليها اتربه انتي فعلا مش شايفاها، لو جبتي قطعه قماش كده ومسحتي بيها هتشوفي قد ايه في تراب على الحيطه، وانتي تقولي بقى انتي قاعده تحت يا سلام، تقولي ده الحيطه زي الفل، ده بص البياض عامل ازاي. ملكيش دعوه بالبياض، اهم حاجه التراب، التراب التراب ده حاجه فظيعه جدا. حاولي ان انتي فعلا تهتمي ان انتي تنضفي اول باول عشان التراب وعشان التراكمات. ازاي بقى يا ست الكل تستعدي رمضان؟ شهر جميل وشهر بجد بجد يعني ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اللهم سلمي رمضان وسلم رمضان الي يا رب، اللهم امين. اول حاجه كده ان انتي طبعا على طول كده افتكري طبعا ان خلاص رمضان قرب، اقعدي استغفري كتير، اقرأي قرآن لو انتي طبعا ما بتقرأيش خالص، لا اشجعي نفسك لو هتقرأي كل يوم حتى لو هتقرأي 5 صفح والله ده تشجيع لوحده. استغفري ربنا مثلا 500 مرة في اليوم، قولي لا حول ولا قوة الا بالله، بعد كل صلاة قولي 100 مرة، هيفرق معك جدا جدا في نفسيتك.
قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عايزة أقولك الأدعية دي حلوة جدا، هتحسي براحة نفسية غير طبيعية لو انت عملتي تارجت كده لنفسك ان انت لا ده انا هقول 500 النهاردة، ده انا هقول 1000، بس تقولي طبعا بخشوع، واكيد طبعا ربنا بيبقى يعني عالم وعارف ايه اللي في قلوبنا، فربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. هنا انا خلصت كده. عايزه اقول لكم على حاجه، ان البطرمان ده انا اللي كنت عامله ديكور رمضاني ده السنه اللي فاتت، هسيب لكم برضو اللينك بتاعه، بجد حلو قوي، من شويه برطمانات كده عملت احلى ديكور بجد، وبحاجات بسيطه جدا جدا سبراي بس، فهسيب لكم بقى اللينك شوفوه عشان لو عايزين تعملوا كده. هنا انا بقى بقى خلاص كنت بنفض كده الكنب، عايزه اقولك انا مره منفض مره تانية بشغل المكنسه على حسب، مش على طول بمشي طبعا بقاعده معينه لا خالص. حاولي بجد تعملي كده واستعدي كده شهر رمضان، زي ما احنا بيبقى عندنا وقت نفرز، عندنا وقت نعمل حاجه في البيت، اكيد لازم يكون في وقت لنفسنا كده بينا وبين ربنا. هنا بقى خلاص نفضت، انا طبعا مره بعمل بالمكنسه، مره بنفض، مره بعمل بالفرشه، على حسب كل مره هعمل ايه. ده طبعا بيرجع لاستخدام البنات ليه، ده لو حاجه عملوا حاجه. كان في عندي بقعه كده بس لحقتها، كانت حاجه بسيطه جدا بس لحقتها الحمد لله. عايزه اقول لكم طبعا لما بيكون عندك اطفال بتبقي بصي ماشيه كده وراهم. طبعا فريحه من قيمه كام يوم كانت مشخبطه على الكرسي ده، فانا بقى جايه بنضف وكده وبفرش بقى ايه المفارش، لقيت شخبطه خالص تحت، رحت طبعا عملتها، وعملتها بايه بقى، سترس. سترس جميل جدا جدا جدا، وهم بجد في كل حاجه، بس خدي بالك عشان بيعمل طبعا حساسيه كده في الايد، يعني لو انت عندك اي حساسيه معينه لازم تبعدي عنه خالص، تلبسي جلافز كده في ايدك عشان هو طبعا كيميكالز، فالموضوع طبعا انت ايدك لو عندك حساسيه لا بيبقى الموضوع صعب في ايدك جدا بتلتهب، فحاولي انت تلبسي جوانتي. وهنا خلاص البقعة ما شاء الله طلعت، وهنا بقى جيت على الكنبة الكبيرة برضو نفضتها وفرشتها. عايزة اقولك حاولي حاولي ان انت في الايام دي تخلصي كل حاجة، وكمان تتكلمي مع اولادك ايه شهر رمضان، شهر رمضان اللي انزل فيه قرآن هدى للناس. عايزة اقول لكم اشرحوا كل حاجة انتوا عارفينها على الشهر الجميل ده لولادكم الصغيرين، اللي لسه مثلا في حضانة، اللي لسه في ابتدائي، اللي لسه في اعدادي. هتتحاسبي على كل حاجة انت عارفاها ما قلتيهاش لبنتك او ابنك، هتتحاسبي عليهم. اوعي تقولي لا لا طبعا، حياتك مش كل حاجة بصراحة، يعني هم اهم اهم كتير جدا من اي شغل في الدنيا او في العالم بجد. ربنا يا رب يخليهم لينا ويرزق كل مشتاق، اللهم امين. بس لازم قبل ما تعملي حاجة تاخدي كده رأيهم، حاولي طبعا ان انت تحببيهم في شهر رمضان، تجيبي لهم لو انت عندك بنت تجيبي لها ازاي، لو عندك ولد هاتيله كده اللبس اللي هو العباية مع الطاقية، بجد هيفرح جدا جدا وهيحب الصلاة. كل ده يعني انتي اصلا بتعملي ايه، بتشجعيهم جدا على الصلاة وبتديهم حافز اكتر. وطبعا لو انتي اول مرة طبعا بنتك او ابنك يصوموا، فالموضوع بيكون مختلف تماما، هتشجعيه او تشجعيها تشجيع مهم. صدقيني والله حتى لو بقى اقل حاجة، ازاي المصلية، عارفين انتوا الحاجات دي بتفرق مع الولاد جدا جدا، وانتي كأم اصلا هتفرحي جدا لما تشوفيها طبعا مبسوطة او تشوفي ابنك مبسوط. فحاولي ان انتي تحببيهم في ديننا وتحببيهم في يعني كل الطقوس بتاعتنا، لان هم صغيرين واحنا نتحاسب على اي معلومة عارفينها كده وساكتين وما قلناهاش لولادنا، عشان طبعا هم اصلا في رقبتنا، فلازم نهتم بكل تفاصيل بيتنا ولادنا وحياتنا. هنا بقى كان في تراب كده، رحت طبعا جبت بقى قطعة القماشة دي. انا بصراحة يا جماعة بحب امسح جدا جدا بالقطعة القماش، احسن طبعا 100,000 مرة من الشرشوبة وكده، بحس ان هو بيتنظف اكتر، بحس كده الدنيا فعلا فعلا ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله بتبرق. هنا بقى خلاص بعد ما مسحت حطيت طبعا الفانوس الكبير ده،
ومسحته كمان، كان مليان تراب سنين، مسحته كمان بليتش. الحمد لله الموضوع خلاص سهل جدا. عايزه اقول لكم الاوضه دي كانت تقيله جدا على قلبي، مش قادره اقول لكم تقيله ازاي على قلبي، بس الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر خلصت كل حاجه وخلاص كده زقيت كده الكنبه. عايزه اقول لكم بجد ما شاء الله الانتري ده انا كنت بجد هبيعه خالص، كان لونه بني في بيج، طلبته مني يا سارة احنا عايزين تجديد الانترية، سبت لكم الرابط في على المنتدى. فالموضوع بجد كان جميل قوي وشيق جدا، كان فعلا فعلا الانتري بايظ خالص، ما كانش اصلا ينفع ان احنا نكمل بيه كده. القماش خلاص التاكل كده اتنحل. المهم يعني قررنا ان احنا نجدد، ونزلت جبت بقى الاقمشة. فانتوا متخيلين حاجة كنت بصراحة هرميها خالص هديها لأي حد كده، وما شاء الله ده الشكل بقى النهائي كان بتاعه. فبجد بجد انا فعلا فعلا بحب كل شبر في بيتي الحمد لله. هنا بقى الكوبس بتاع الكهرباء برضو بيكون عليه بواقي بقى اكل عليها بصمات ايد كده يعني من الولاد، ربنا يا رب يحفظهم. بمسح كده الكوبس بايه، بمسحها بميه بديتول كده معصوره خالص وبنضفها، بتكون زي الفل. عايزه اقولك بقى حاولي ان انت تعملي كده. وكمان الدرف بتاعت البلكونه بتكون عليها تراب من جوه ومن بره يكفي، ويعني اهم حاجه ان انت تعملي من جوه وبعد كده بره. ليه بقى؟ لان لو عليها تراب وجيتي فتحتي البلكونه هم خلاص لبسك خلاص يعني اتملى تراب، مش تعرفي ان انت تقفي تلمي الغسيل تنشري وهكذا. فافضل وانا بصراحه واحده من الناس مش بحب خالص التراب بجد، اكيد انتوا كمان كده عشان انتوا اصلا شطار ونضاف. هنا برضو زقيت كل حاجه ممكن تتخيليها في الغرفه، وبدات ان انا امسح كده كل حاجه، ورا الكنب ورا الكراسي اي كورنر بقى عشان بيكون فيه اتربه. وهنا خلاص كده ما شاء الله اللهم بارك. اخر حاجة عايزة اقول لكم ان الروتين ده انا تعبت فيه جدا جدا، بتمنى منك ان انتي بعد ما تحطي لايك تعملي شير الفيديو على الفيسبوك او على الواتساب عشان نكبر ان شاء الله مع بعض. هنا بقى خلاص كده فرش السجادة، بصوا ما شاء الله نظيفة جدا جدا. صباح احنا كنا شايلين مع بعض الستاير، الحمد لله خلصتها كده ونظفتها. وكمان في ستاير بتكويها وفي ستاير لأ، على حسب نوع القماش، بس الكتان بيتكوي عشان بيتفرد اكتر. ممكن تحطيه كده بس عادي يعني هيبان فيه طبعا، اي كسرة فيه هيكون باين. هنا بقى مسحت كده الترابيزة دي بملمع كده مرال حلوة قوي قوي. بصوا عايزه اقول لكم اي بقع في الترابيزه البيضه بيطلعها حلوه جدا بكل سهوله. هنا خلاص كده طلعت على السلم بسم الله، وبدات ان انا ايه جبت طبعا الماسوره ومسحتها، وهبدا بقى اركبها معاكم. الحمد لله الحمد لله. الموضوع لما بتخلصي غرفه غرفه احسن ما تقلبي الشقه كلها وتبقى كده عارفين انتوا ايه ده الشقه بقت سوق، كل حاجة كده مش في مكانها والموضوع صعب. لا خليكي واحدة واحدة مرتبة، كل يوم كده غرفة 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 غرفة، الموضوع هيكون سهل عليكي قوي، وانتي هتحسي بإنجاز وهتحسي ان ايه ده انا خلصت النهاردة الريسبشن كله. فالموضوع بجد حلو، بس عايز دفعة في الأول. قومي كده تنشطي وشغلي سورة البقرة، عشان سورة البقرة بجد بتمنع أي حاجة، بتمنع عين، بتمنع حسد، بتمنع اي شر اصلا لاصحاب البيت. فحاولي تشغليها وتقرايها انت كمان، وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. كده. اللهم وده امين. كان روتين عميق النهارده، بحبكم في الله، واتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.